انا معلق هنا على لحمه مفرومه. ايه المكرونه اللي احنا بنعملها؟ بصلايه ولحمه مفرومه. انا بس ايه عشان الوقت، وفي حاجات كتير بنكررها فمش عايز اكررها، فايه بشغل بيه على طول. لكن اللي انا بضغط عليه على طول لو تلاحظوا هو ايه، صوص البشاميل، عشان ساعات ما بيظبطش مع ناس كتير. هعمله تالت مره برضو دلوقتي، وتخلي بالكم هنا الطماطم. طماطم جميله قوي مع اللحمه المعصجه بصراحه، يعني من اكتر الحاجات اللي بتعلي الطعم بتاع اللحمه المفرومه الطماطم المفرومه نفسها، احلى من اي حاجه في الدنيا بصراحه. نحط عندنا الفلفل الاسمر، بعد كده نحط عندنا الملح، نشرة الملح الجميلة. احنا ايه المفرومة نسيبها بقى ايه على نار هادية، لان النار العالية مع اللحمة المفرومة بتخليها تخرز تعمل كتل. خلي بالك اللحمة المفرومة تيجي تعصجيها، عصجيها على نار متوسطة. تعالوا نعمل عندنا التالت مرة عشان الموضوع الايه البشاميل يكون ايه ظبطناه تماما. تلات معالق زبدة قدام حضرتك اهوت، بنحطهم عندي في الحلة، لتر من اللبن عندي على النار. لو مفيش جبنة كريمي او مفيش كريمة مفيش مشكلة، ولكن بنحط على اللبن ايه سنة بسيطة جدا من جوزة الطيب. واقوم رايح واخده ايه معلقة كبيرة كده من الملح او معلقة ونص، تمام. واقوم اقلب جوزة الطيب دي مع اللبن مع الملح، ماشي كده. في ناس بتحط بقى مع اللبن تقول لك ايه اطعمه واديله طعم حلو، اديله روزماري، اديله ورق لورا، اديله حبهان، والله ما فيش مشكله. يعني هو في الاول وفي الاخر انا بعملك الحاجه الاساس، الاضافات ديت انت براحتك، الاضافات ديت براحتك. وجوزة الطيب برضو على فكره ده اضافات مش اساس يعني، ولكن هي بصراحه بتدي طعم هايل. يعني لو عايزه تزودي مثلا زهره روزماري هنا، ورقه لورا لوري هنا مثلا، حبهان بودر برضو، الكلام ده كله بيعلي الطعم، ولكن ما تزوديش بكميات معقوله. ثلاث معالق من الدقيق بنقوم حاطينهم على الزبده، وزي ما اتفقنا ممكن نحط معلقه زيت صغيره. السمنه تنفع للبشاميل؟ اه تنفع والله، ولكن ما بتطلعش يعني ما بيطلعش كريمي زي الزبده. الزبده بتطلع البشاميل اللي عندك كريمي افضل. نحمص الدقيق زي ما اتفقنا، لون ذهبي يكون فاتح ما يبقاش غامق عشان ما يمررديش الصوص نفسه. ونقوم شايلين الكلام ده من هنا اللبن ونطفي، وننزل واحده واحده كده واحنا بنقلب كده، ونستنى شويه. ده برضو طريقه حلوه جدا، انت تحط شويه لبن وتقلبي وتستني شويه، تحط شويه لبن وتقلبي وتستني شويه. ده برضو نوع طريقه ثانيه للبشاميل، ان انت ما تحطيش اللبن كله مره واحده، تحطيه شويه شويه اهو. نقوم حاطين باقي الكميه كلها مره واحده. يلا من قول لي شادي اعمل لنا الصوص جاهز بقى خلاص. نقلب تمام التمام. هوب نروح فين؟ على اطباقنا المميزه دائما، اطباق راك. ناخد عندنا طبقين اتنين ونبدا نعمل فيهم المكرونه بالبشاميل بتاعتنا. عندي شويه صوص هنا بشاميل باقيين، احط شويه هنا صغيرين هنا وشويه هنا صغيرين. يا فندم؟ اه يا حبيبي تمام. مين؟ طيب كده
باللي هو بالريسب اللي عنده بقى. خلاص طيب كده خلاص. الله، شويه البشاميل دول حوار. معلقه الزيت بصراحه بتظبط قوي، تخليه ناعم جدا. هوريه لك دلوقتي القوام بتاعه عامل ازاي. لا عادي، خليه يعمل كده. اللحمه المفرومه يا جيمي خلاص جاهزه، واخده كل حاجه، الحاجه بتاعتها وتمام التمام. بنقوم واخدين بقى نفس الكلام عشان تطلع معايا الخرطه كده تبقى مظبوطه. بجيب عندي المكرونه القلم والسلق، خلي بالك بص ركزي في السلق عامل ازاي. حاجه مش مسلوقه، سلق كامله يعني، هي دي ثلاث ارباع سلق بالظبط، لان بقيت الحاجه بقيت لان لسه بيخش النار بيقعد يجي ربع ساعه في الفرن. بص القوام نفسه بتاع البشاميل عامل ازاي، الصلاه على النبي بالظبط عشان ما تتهريش. شكلك بتاكلها مهريه يا جيمي. صح؟ بقول لك شكلك انت بتاكلها مهريه صح؟ والله جيت على الوجع. بيت اخوك مفتوح لك يا ابني. معرفش بيت اخوك هيتفتح لي الجمل ولا الحمدي ولا مش عارف انا والله. يلا اخد شويه كده هنا، ونقوم واخدين عندنا اللحمه المفرومه. مزاج والله، والله العظيم مزاج البشاميل ديت. عيش ناس كتير قوي يا جماعه، وعيش انا كمان بصراحه بحبها قوي. من اكتر الحاجات اللي في المطبخ الايطالي اتعملت ونجحت هنا في مصر. المكرونه بالبشاميل، شرحه البرجر، البيتزا. يلا بص بقى نزل يا باشا. الله، اهم حاجه طبقه البشاميل اللي تكون كده كتير. لا يوجد عزومه تخلو من المكرونه بالبشاميل. هي بصراحه خلينا نكون واقعيين يعني طعمها حلو. انا بتخن لكن هي طعمها حلو. لحمه مفرومه على المكرونه. بص طريقه تانية بقى، دي طريقه تانية، بحط كله على بعضه كده، فاهم ازاي؟ يعني اللحمه المفرومه مع المكرونه دي برضو شياكه قوي وطعمها جامد جدا، لان كل قطعه بتاخديها بتاخدي معاها لحمه مفرومه. بص الكلام يا جيمي، ناخد كده اهو، الصلاه على النبي، ونقوم حاطين كده، ونقوم رايحين هنا واخدين عندنا صوص البشاميل الجامد ده اهو. ايوه رايق. ونقوم واخدين شويه ميكس جبن كده من فوق، ورايحين فين؟ عندي على الفرن. طبعا في مدرسه تانية يقول لك يا عم في ممكن نحط بيض. هو البيض على فكره ما بيزفر، يعني الناس اللي فاكره البيض بيزفر البشاميل، لا هو ما بيزفرش. لو حطيتي معاه شويه البيضه، حطيتها معاه شويه ملح وفلفل، عمره ما يزفر نهائي. يعني فرن البشاميل بتاعنا اللي احنا شغالين فيه، عملنا الارنبيط بالبشاميل، وعملنا السجق او السجق اول حاجه، وبعد كده الارنبيط، بعد كده عملنا المكرونه بالبشاميل الكلاسيكيه بتاعتنا الجميله اللي احنا بنحبها جدا وكلنا بنحبها طبعا، حطيناها عندنا في الفرن، عملناها بطريقتين اتنين، اللي هي الطريقه اللي انت تحطي المكرونه مع شويه صوص بشاميل، وبعد كده تحطيها اللحمه المفرومه في النص، وبعد كده بقيه المكونات، او تحطي اللحمه المفرومه مع شويه بشاميل مع المكرونه اللي انت بتسلقيها ثلاث ارباع سلق، ودي اهم حاجه. طيب نخش على اللي بعده. اللي بعده ايه بقى؟ اللي بعده حلو قوي بقى، بطاطس عاملينها بالبشاميل وممتعه جدا برضو. هو اي حاجه بالبشاميل ممتعه، خلينا نكون متفقين يعني. هنا البطاطس انا قطعتها شرايح وبدات احطها فين؟ في ميه سخنه هنا بتغلي اهي. زي ما حضراتكم كده شايفين لسه شويه حطيناها، حط عليها شويه ملح صغيرين، ونقلب.
والمقادير قدام حضراتكم اهي. هي الفكره احنا طبعا خلاص عملنا لحمه مفرومه عصجناها، فمش عصاجه تاني. عملنا البشاميل خلاص عرفنا اللي هو 3 معالق زبده و3 معالق من الدقيق او 3 مكعبات من الزبده، 3 معالق من الدقيق ومعلقه كبيره من الزيت. وحطينا على اللبن على اللتر من اللبن، اما تحطي جبنه كريمي او تحطي كريم الطهي، ولو مفيش مشكله ما تحطيش عادي. الفكره ان انت بتعلي الدسم بتاع اللبن شويه، لان معظم اللبن اللي موجود ما هوش كامل الدسم، فانت محتاجه ان انت تعلي الدسم اللي فيه شويه يبقى طعمه احلى. طبعا لو عايزاه خفيف يبقى بلاش تحطي حاجه خالص. انا بحط مع اللبن بس شويه سنه بسيطه من جوز الطيب، وهو ده اللي بيظبط معايا الاداء جدا. تعالوا بقى نشوف البطاطس بنعملها ازاي. هنا لحمه مفرومه عصجناها، بجيب عندي معلقه سمنه بلدي، ماشي كده، واقوم واخد عندي البصل المبشور مع السمنه، حط معاه شويه فلفل، هشوحهم كويس جدا مع بعض. البطاطس هنا زي ما اتفقنا بتتسلق مع شوية ملح ومية. حلو جدا، لان لسه هتاخد تشويحة في البصل، فمش عايزها برضو ايه تتهري معايا. بعد ما شوحنا البصلاية كده او البصلتين اتنين اللي احنا فرمينهم، نقوم جايبين عندنا البطاطس الجميلة ديت. نصفي وننزل فين؟ على البصل. بسم الله. طبعا انا مش مقطعها رفيع زي الشيبسي، يعني مقطع السمك بتاعها يكون تخينه شويه. عشان تتحمل معايا وما تتهريش مني. واشوحها كويس جدا مع ايه؟ مع البصل. ده كلام جميل. اروح واخد عندي طماطم المبشوره، نقوم حاطينها هنا، شويه بقدونس مفرومين، سنه ملح، الله على الروايح الجميله. بعد كده ايه اقلب كل ده مع بعضه. لسه اللحمه المفرومه مش هحطها دلوقتي خالص، شوحي بس الكلام ده كله مع بعضه الاول حلو، وخليها ايه تتشرب شويه كده من الطماطم، وبعد كده نحط اللحمه المفرومه اخر حاجه. دي بطاطس بالبشاميل، حاجه ان شاء الله تاكل صوابعك وراها. نجيب بقى الحاجات دي كلها، سنه بسيطه جدا من البهارات، خلاص كده البطاطس عشان ما تتهريش مني. فاهمه ازاي؟ عشان ما تتهريش مني، فكده بقى تمام. نقوم شايلينها شويه صوص بشاميل عليها من فوق. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو عسل، والله العظيم عسل يا جماعه، ريحتها حلوه قوي. ناخد شويه كده، نقوم حاطينها بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. يا هيما الله ينور، يعني رغم ان انت خسيت يا محمد ابراهيم بس برضه لسه محافظ على وجودك معايا. يلا دي اللي هي مكرونه بالبشاميل بتاعتنا الجميله، ادي اول طبق.
بالمناسبه بقى في موضوع الجبنه، لما تيجي تحط اي حاجه جبنه سايحه من فوق على حاجه عشان تديها الوش ده، ساعات كتير قوي ناس تيجي تحط الوش ده ما بيطلعش زي ده. انا ده ميكس جبن، ده جبنه شيدر يا جماعه على موتزاريلا قدام حضرتك اهي، ده افضل نتيجه عشان تطلع اهي. بص عامله ازاي، اتنين مع بعض، ده افضل حاجه لاي وش انت بتديه للمكرونات عشان تطلع بالشكل اللي انت شايفاه ده. فاهمه ازاي؟ ما تلاقيهاش ايه مطفيه، تلاقيها مظبوطه زي دي. طيب هنا اللحمه المفرومه حط هنا في النص. احنا خلاص خلصنا. لا لا عادي بقى خلاص، يعني هحطها في الفرن بس خلاص، يعني شكلها زي التانية. انا خلاص يعني يا حبيبي انا تمام. هو جيم ان شاء الله ينزل لكم المقادير دلوقتي. بطاطس اللي هي بالبشاميل ديت على 100 وريحتها حلوه قوي، نزلناها خلاص كلها. ماشي يا صاحبي، نزلها تاني يا جيم عادي يعني. بص بقى كده، ماشي يلا يا صاحبي، انا خلصت خلاص اصلا. نادي عندنا البشاميل بتاعنا اخر حاجه، واوزع عندي المعلقه والله، واقوم واخد عندي يا جيمي ميكس جبن، ونقوم واخدين عندنا البطاطس اللي بالبشاميل ديت وديناها فين؟ الفرن. جربيها بالله عليك بالطريقه ديت، شوف الطريقه ديت هتعجبك جدا. اللي احنا شوحنا البطاطس مع الطماطم مع البصل، وبعد كده حطيناها حطينا عليها البشاميل والملح والفلفل والبهارات. جربيها ان شاء الله بالطريقه دي هتعجبك جدا. طبعا انا ما عنديش وقت، فانا هحطها هنا كده واسيبها تهدى شويه، وخمس دقايق كده ولا 10 دقايق ولا حاجه، ونبدا ندخلها عندنا بعد ما نختم الحلقه.